أنا كتير كنت بستغرب إزاي النبي كل زوجاته ساكنين مع بعض في مكان واحد، ما عدا ماريا المصرية اللي تزوجها النبي ساكنة في العوالي. العوالي حتة كده كلها خضرة وجمال، معروفة لغاية دلوقتي في المدينة. شمعنا؟ لأن النبي وازن بين قيمة العدل، كل زوجاته يسكنوا مع بعض، وبين قيمة الرحمة. ماريا جاية من مصر، جاية من النيل، جاية من الخضار، مش هينفع تعيش في مكان صحراوي. فوازن النبي بين قيمة العدل وقيمة الرحمة.